السلام عليكم أصدقائي محبي الأخبار والمعرفة، تحية طيبة لكم. أهم أخبار ألمانيا: سجلت في 24 ساعة الأخيرة 10315 حالة جديدة. عدد حالات الوفيات في 24 ساعة الأخيرة وصل إلى 321 حالة جديدة، بذلك تصل الحالات الإجمالية الكاملة في ألمانيا إلى 1,779,295 حالة، شفي من بينهم 1,401,300 شخص، وتوفي 34,546. الآن سوف نمر إلى عدد الأشخاص الذين أخذوا اللقاح في ألمانيا. وصل عددهم إلى 238,000 شخص أخذوا الجرعة الأولى من اللقاح. إذا قسمناهم على حسب المعطيات المتوفرة، يقولون بأن سكان دور المسنين الذين أخذوا الجرعة الأولى من اللقاح وصل عددهم إلى 103,894 شخصا، والعاملين بالرعاية الصحية ويعني برعاية دور العجزة بلغ عددهم 107,019 شخصا. الآن سنمر إلى موضوع ثاني: ازدحام شديد في المناطق الجبلية بسبب تساقط الثلوج في مناطق متعددة من ألمانيا. هذا الأمر خلق انتقادات شديدة في ألمانيا. مناطق متعددة رغم النداءات المتواصلة من الشرطة أو من البلديات للناس بعدم الذهاب في نزهة إلى المدن الجبلية، إلا أن عدد كبير من الناس لم يهتموا، وحصل ازدحام مروري كبير حول مناطق جبلية متعددة، وحصل أيضا ازدحام كبير في مناطق جبلية كثيرة في ألمانيا. قامت أيضا الشرطة هذا اليوم بمقاطعة شمال الراين فيستفالن نورد راين فيستفالن بغلق الطريق المؤدية إلى مدينة فينتبيرغ الجبلية. أصدقائي، أحد من الشرطة كان مصدوما عندما رأى الأمر ووصل إلى مدينة فينتبيرغ ورأى عدد كبير من الناس. قال هذا الأمر يشبه الاحتلال لهذه المدينة الصغيرة من هذا العدد الهائل من الناس، وقال بأنه ازدحام شديد، وأيضا صدم عندما رأى عدد كبير من الناس. آسف على هذه الكلمة، لكن هذا ما رآه الشرطي. عندما رأى الشرطي عدد كبير من الناس يتبولون في الطبيعة وبين الأشجار، صدم من هذا الأمر أصدقائي، وانزعاج شديد. الشرطة سألت البعض، والكثير منهم يقول: أنا شفيت من كورونا، كنت مريض بها ولذلك اختنقت وأريد الآن أن أخرج وأن ألعب التزحلق والتزلج بالثلج. هناك الآن الشرطة تراقب وغلقت مجموعة كبيرة من الطرق، وعدد كبير من الناس الذين يزدحمون يتم الآن يعني يحصلون على غرامات أصدقائي بسبب عدم احترامهم لقوانين كورونا. الآن سنمر إلى موضوع جد مهم: ما زال النقاش متواصل حول اجتماع يوم الثلاثاء يوم 5 من شهر 1 2021 للسيدة ميركل مع رؤساء المقاطعات، لكنهم اتفقوا مبدئيا على نقطة مهمة هي تمديد الغلق، يعني الغلق الذي كان سوف ينتهي يوم 10/1/2021 سوف يتم تمديده أصدقائي. السؤال المطروح الآن: هل الغلق سوف يتم تمديده لأسبوعين أو إلى 3 أسابيع؟ هذا الأمر لم يحسم بعد وما زال في طاولة النقاش. الأمر الثاني هو موضوع المدارس. يوم أمس أيضا أصدقائي سألتكم حول الفكرة المطروحة التي تطرح على أن المدارس تبقى أيضا مغلقة ويتم تقليص العطلة الصيفية. عدد كبير منكم يعني لاحظت بأنه في التعليقات يوجد انقسام، مجموعة تقول ومؤيدة لغلق المدارس مدة أخرى
وهناك مجموعة رافضة لغلق المدارس وتتمنى لو ترجع المدارس وتفتح مجددا. نفس الانقسام أصدقائي يوجد أيضا بين السيدة ميركل وبين المقاطعات الألمانية، يعني تمديد الغلق سوف يتم، لكن مسألة غلق المدارس لم تحسم بعد. هناك مقاطعات تقول الحالات ما زالت مرتفعة، يجب تمديد غلق المدارس. هناك مقاطعات تقول نحن ليست عندنا حالات كثيرة، يجب أن نفتح ولو جزءا بسيطا من المدارس، أو نسمح للفصول الابتدائية وأيضا إلى كيندرغارتن يعني روض الأطفال نفتحها مجددا. مسألة المدارس ما زالت تعرف انقساما كبيرا في ألمانيا ولم تحدد، لكن يوم الثلاثاء سوف يتم اتخاذ قرار في مسألة المدارس وفي مسألة روض الأطفال حول فتحها أو عدم فتحها، وسوف أخبركم إن شاء الله يوم الثلاثاء بالأمر. يوم الاثنين يوم غد سيكون اجتماع تمهيدي للسيدة ميركل مع رؤساء المقاطعات الألمانية 16 وبعض العلماء، سوف يجتمعون مع بعض علماء الفيروسات ويرون البعض الوضع. ويوم الثلاثاء سوف يكون الاجتماع المهم لاتخاذ القرارات النهائية. الآن سوف نمر إلى موضوع جد مهم، وهو الإجابة على بعض الأسئلة الخاصة باللقاح الخاصة بكورونا التي تتوفر وتوفرت بعد تقريبا سنة من ظهور هذا الوباء. السؤال الأول: هل من أصيب بكورونا تصبح عنده مناعة لمدة طويلة؟ هذا الأمر لحد الساعة غير معروف كم هي المدة التي تكون عند الشخص مناعة، لكن علماء من أستراليا يقولون بأنه من أصيب بكورونا لاحظوا أنه حتى بعد 8 أشهر وجدوا أنه ما زال عند الأشخاص مناعة، يعني حتى بعد 8 أشهر من الإصابة وجدوا أن بعض الأشخاص عندهم مناعة. سننتقل إلى سؤال آخر: هل يمكن للشخص الذي شفي من كورونا أن يصاب مجددا؟ حسب العلماء نعم ممكن، لكن نسبة حدوث هذا الأمر ضعيفة جدا. لحد الساعة عالميا 30 حالة من الأشخاص الذين أصيبوا بكورونا وشفيوا منها رجعوا وأصيبوا، وحصلت هناك أيضا حالة وفاة لرجل عنده 74 سنة توفي من الإصابة الثانية، يعني أصيب المرة الأولى وشفي وبعد ذلك أصيب مجددا وتوفي من خلال إصابته، لأن هناك أنواع متعددة من كورونا ومن الجينات التي تتكون منها كورونا. سنمر إلى سؤال آخر: هل يمكن لشخص لقح أن يعدي شخصا سليما؟ غير معروف أصدقائي لحد الساعة، لكن عالم فيروسات يقول الأمر متعلق بجسم الشخص الذي يحصل على اللقاح. هل الشخص الذي يحصل على اللقاح جسمه يكون بسرعة مناعة ويكون مناعة قوية، أم أن جسمه يكون مناعة ضعيفة؟ سنمر الآن إلى سؤال آخر: هل إذا شخص لقح يمكن أن يصاب بكورونا؟ الجواب نعم أصدقائي، لأن هذا الأمر حصل. شخص يعمل بالرعاية الصحية في أمريكا أخذ الجرعة الأولى من اللقاح وبعدها أصيب بكورونا. يقول العلماء بأن المناعة تتكون عندما يأخذ الشخص جرعتين للقاح، يعني إذا لقح شخص مرة واحدة يجب عليه أن يلقح بعد 3 أسابيع أو 4 أسابيع بالجرعة الثانية، بعدها بعد مدة تتكون عند الشخص مناعة. من لقح مرة واحدة وأخذ اللقاح لمرة واحدة ولم يرجع ويأخذ اللقاح مرة ثانية، فإنه هنا صراحة كأنه لم يلقح. الآن في ألمانيا كما قلت لكم، لحد اليوم في ألمانيا لقح 238 ألف شخص، لكن أخذوا كلهم جرعة واحدة، يعني هاد الأشخاص الذين لقحوا لم تتكون عندهم المناعة بعد، يجب عليهم أن يلقحوا مجددا كي تتكون عندهم المناعة.
لذلك من يلقح فقط مرة واحدة ويظن بأنه الآن لقح إلى آخره وأصبحت عنده المناعة، هذا الأمر لا يوجد أصل أصدقائي. سنمر الآن إلى موضوع مهم، هل يمكن اختيار نوع اللقاح الذي يحصل عليه الشخص؟ كثير من الأصدقاء يقولون أوكي هناك شركات متعددة، هناك شركة من ألمانيا، من بريطانيا، الصين، روسيا، أمريكا إلى آخره، هل يمكنني أن أختار الشركة بنفسي التي أريد أن أخذ لقاحها؟ في ألمانيا لا يمكن أصدقائي، ما يوجد وما متوفر في مركز اللقاح للأشخاص الذين يرغبون باللقاح يحصلون على اللقاح الموجود أصدقائي، وهذا ما يقوله القانون. من يتحمل المسؤولية إذا شخص مرض أو حصل له شيء بعد أن أخذ اللقاح؟ يعني شخص أخذ اللقاح، كان سليم أخذ اللقاح لكنه مريض، يعني حصلت له بعض الأعراض الجانبية، مرض كذا كذا، من يتحمل المسؤولية؟ في هذه الحالة الدولة الألمانية هي من تتكفل برعاية الشخص، وهي من تتحمل مسؤولية مرض هذا الشخص أصدقائي. الآن التلقيح سوف يكون لمراحل، التلقيح هو اختياري ليس إجباري، من يرغب بالتلقيح ينتظر دوره، من لا يرغب بالتلقيح يمكن بطبيعة الحال أن يرفض الأمر. التلقيح الآن هو فقط عبر مراحل، المرحلة الأولى تلقيح من عندهم 80 سنة فما أكثر إلى آخره، ومن يعمل بدور المسنين، بعدها تأتي المرحلة الثانية 70 سنة فما أكثر، بعدها المرحلة الثالثة 60 سنة فما أكثر. وفتح التلقيح للعموم سوف يكون تقريبا بصيف سنة 2021، بحيث أنه يصبح التلقيح متاحا للجميع لمن يرغب بالعيادات الطبية، هذا الأمر سوف يكون بالصيف. وكما قلت لكم التلقيح هو اختياري وليس إجباري، وأحببت من خلال هذا الفيديو أن أقربكم أكثر من الأخبار ومن كل شيء من مصادر موثوقة. شكرا لكم، السلام عليكم، إلى اللقاء.